سلام البنات، اليوم روبو ديالي كالعادة قررت انني نخرج. طلعت للرباط، اول حاجة بديت بيها الطبيعة. منقولش لكم الجو زوين 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 بزاف بزاف بزاف. واليوم غادي نمشيو عاوتاني للمول، غنمشيو بزاف ديال البلايص. خليكم معايا ونتراو. البنات هانتي بعد ما خلينا واحد الغديوه بجد زوينه وشهيتكم فيها، دابا جيت للمول باش نشوف لي صال. ضروري الموقفه حدا هاد القهوه. الناس اللي كيعرفوني مزيان كيعرفوني شحال كنحمى على القهوه، لهذا ضروري خصني ندوز باش ناخذ قهوه طريه. البنات انا ساليت والتاليت، هانتوما خشي طويل نوصل الدار ونكمل معاكم. البنات سمحوا لي بزاف بزاف بزاف، فريمون عييت، يلاه تعشيت وما قداش نزيد نكمل زعما، حيت قلت لكم نتلقاو في الدار مي كنحس راسي فريمون عييت. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ونتلقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله.